طبعا المزرعة دي كانت يعني كانت بتقابل مشاكل زي ما انت ذكرت كده، وكل الجهود اللي اتعملت سابقا ما نجحتش انها تحل المسألة بشكل حاسم يعني، لكن انت بفضل الله سبحانه وتعالى قدرت تعمل ده. وهنا انا بتكلم على نقطتين مهمين. انت التكلفة اللي انت بتتكلم عليها تكلفة كبيرة، وبالتالي انت اقتصاديا اقتصادات المشروع ليها عائد معاك جيد، عشان مش عشان انت اكيد مش هتعمل حاجة من غير ما تكون مطمن انها بتجيب لك، لكن عشان الناس اللي شغالة في المجال تعرف ان قد يكون احيانا بيحتاج انك انت تعمل استثمارات كبيرة، لكن العائد اكيد جاي. انا بتوقف عند نقطة تانية اللي هي 25 ارداب. تمام يا فندم. فده رقم يعني كبير. تمام. وانا بقوله هنا ليك يا جمال، ما تبصش في الورق، دي تجربتك. تمام. يعني بص كلمني في تجربتك اللي انت عملتها. يعني عايز اقول لك ايه، وبقول لكل اللي مهتم النهارده، لو كان السيد 18 ل 20 اردب بنفس كميه الميه بنفس المساحه، لما الكميه تزيد فوق ال 20، انا متصور احنا محتاجين نتوقف كلنا عندها، لان حتى في الشغل اللي بيتعمل داخل مشروعات الخدمه الوطنيه سواء كان هنا او في مستقبل مصر، احنا ما وصلناش ل 25 ارداب خالص للفدان. فاذا كان الرقم ده نجح على الارض دي، وتقريبا نفس الظروف المناخيه اللي موجوده، مساحه 2000 فدان انت بتقول مش كده؟ ايوه 2000 فدان. يعني اذا كنت انا قدرت تنجح في 2000 فدان، وان المتوسط يصل ل 25 ارداب، الخمس ارداب في نص مليون فدان يعملوا 2.5 مليون ارداب يا دكتور مصطفى، يعني مليون طن، مش كده؟ مش كده ولا؟ انا يعني لو قسمنا ده اي كميه هتطلع فوق ال 20 ارداب احنا ايه؟ لان هي الميه وهي الارض وهو الجهد، ولا انا؟ تمام يا فندم. وبالتالي انا بقول التجربه مش عشان فقط اهنيك عليها واقول لك متشكرين، لكن كمان عشان اسمع كل من يهتم في المزارعين المصريين في الدلتا وفي الصعيد، لما يسمعوا الكلام دوت مهم قوي ان هم يعرفوا ازاي يصلوا بالكميه ديت، لان هي اكيد موضوع مش بس على يعني استخدام ميكنه، لكن اكيد استخدام وسائل علميه تضيف الكميه دي، والكميه دي اكيد متعوضه لو كان ليها تكلفه زياده. طبعا. لو كان ليها تكلفه زياده اكيد متعوضه بالانتاج الكبير ده. الحمد لله. طبعا الحمد لله. انا عايز اقول لك ان احنا في مزرعه بتاعت بني سويف والمنيا، وطبيعه الارض فيها قاسيه شويه، ما اعرفش انت شفتها ولا لا. شفتها فندم. شفتها. احنا لو كان النهارده، خلي بالك لما احنا يعني مهم قوي ان احنا واحنا بنتكلم في المشاريع ديت الناس تقول يعني طب الارقام اللي بتقولوها تكلفتها كتير. تكلفتها كتير قوي، ده صحيح، بس هي تكلفتها كتير لانك انت بتعمل كل حاجه مره واحده. الدلتا مثلا والشبكه اتعملت على مدى 150 200 سنه، شقيت طريق، دخلت كهرباء، ترع، شديت، عملت شبكه ترع، مصارف، فخدت منك سنين طويله جدا جدا، فانت بتعمل ده كله مره واحده عشان تبقى المشروع بتتكلم في بتدخل الكهرباء، بتدخل المياه، محطات الرفع، كله يعني كل حال يعني. فانا بقول النهارده لما بنيجي نعمل ده، حق المشروع علينا قبل حق بلدنا علينا، ان احنا نطلع اكبر حجم من الانتاج، لانه مش معقول يكون انا بزرع مثلا مليون فدان واقدر ازودهم بدل ما يطلعوا لي 2.5 مليون طن قمح، مش كده يا دكتور؟ ثلاثة ونص، أربعة، أنا ما أعرفش باللي أنت بتقول عليه ده، قد نصل لثلاثة ونص ولا حاجة للمليون فدان. يبقى أنا زودت كمية القمح من غير
ما ازود ارض او ازود ميه او ازود طاقه عمل زياده، ده هي المساحه وهي هي الميه وهي هو الوقت، بس بدل ما هنتج مليون طن هزود 200,000 مثلا طن قمح زياده على نفس الكميه. وبالتالي التجربه بتاعتك مهمه قوي ان هي يتم الحديث معها، واكيد وزاره الزراعه معنيه بالكلام ده ومتابعاه، لان هو ده الرقم لفت نظري. انا بقول لك بص على الموضوع بتاع بني سويف والمنيا، وبص على ال 400,000 فدان او 450,000 فدان بتوع سينا ان شاء الله يا فندم. بص عليهم انت وزمايلك والمجموعه اللي معاك، لان المستثمر ليه طريقه يعني اقول اشطر مننا. اشطر مننا. العفو يا فندم. ليه عفو ليه؟ ده حاجه كويسه. ربنا يبارك فيك. طبعا حاجه كويسه، وكل المستثمرين مدعوين ان هم يبقوا موجودين معانا، لان هم هيقدروا يعملوا اللي احنا محتاجين واكتر في اداره المشروع وانتاجيه اكبر، واحنا محتاجين ان كميه الميه اللي ما بتتغيرش نستفيد منها من احنا نزرع اكبر حجم واكبر انتاجيه تيجي بيها، بدل ما اطلع 18 عدد بطلع 20 اطلع 25. ده حاجه عظيمه جدا. وهقول لك على حاجه كنت بدردش فيها مع الزملاء، بقول لهم التين الشوك الريه بياخد كام ريه، وهل في ممكن يبقى في ريه بينيه بنفس كميه الماء المخصصه لك في الألف فدان او الألفين فدان تعمل ريه منهم بكميه اقل للتين الشوكي؟ وخلي بالك، وانا بقول الكلام ده عشان كل اللي بيسمعني ياخد باله من الكلام اللي بقول عليه، انا عايز باقل كميه ميه اطلع اكبر انتاج لمحاصيل. وبالتالي لازم نفكر بالطريقه اللي انا بكلم فيها دي. احنا عارفين مثلا النبات زي النبات ده بيحتاج كميات شحيحه جدا من الميه وبيجود وعنده قدره على تحمل درجات الحراره والملوحه وحتى طبيعه الارض الصعبه. لكن قد يسال بعض يقول لك الجوجوبا اللي انت كلمت عليها وحاجه زي التين الشوك ده هو مصلحته ايه؟ لو هو زراعه كده بس، لو انت زرعته كده بس مش هيجيب لك كتير، لانه يعني مش للاكل يعني. انما ده بيتزرع وبيتعسر وبيطلع منه علف. فلو انت زرعت، وكلام ده كلمنا فيه والدكتور او وزير الزراعه يعني يرد عليا فيه، انك ممكن بنفس الكميه الميه اللي مزروعه ل 250,000 فدان تضيف كميه اكبر على 250,000 فدان لصالح انتاج هذا الموضوع، ولكن مش هتستفيد منه الا اذا كنت تعمل الصناعات التكميليه بتاعته، اللي هي اذا كنت هتعمل مصانع للعصر بتاعته، اذا كنت هتعمل اللي هو المشتقات اللي بتخرج منه واللي هي النهارده ليها قيمه ماليه كبيره جدا انها بتخش في صناعات كثيره. انا بقول لك كده ليه؟ لان النقطه دي في نقطه ان احنا نستفيد من حجم الميه اللي موجوده، وانا الكلام ده كررته قبل كده وبكرره تاني، ولما دخلنا في محطات المعالجه الزراعي سواء كانت المحسمه او بحر البقر او المحطه اللي احنا قلنا سموها اسم جديد في الدلتا الجديده، دكتور مصطفى بيقول لي الهدف منها ان انت ما فيش ميه ما تفقدها يعني. طب وانا بعمل ده لو النباتات والتكنولوجيا والعلم يخليني ان انا اصنع كميات كبيره، اصل ممكن وزاره الزراعه في محطات البحوث بتاعتها ليها نجاحات كبيره جدا جدا في البذور وكلام من هذا القبيل، ولكن انا بتكلم بفرق انك انت تتكلم على نطاق 100 فدان و1000 فدان، نطاق 200 300 الف فدان. اتفضل. شكرا فندم.